يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علو الأسماء والصفات داخل في علو الذات أو في علو القدر أو علو القهر؟ أشهى السؤال هذا. الله جل وعلا له العلو بجميع أنواعه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو عال بذاته فوق مخلوقاته، بائن من خلقه، وهو أعظم من كل شيء، علو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. نعم.